كلمت الدكتور حسام المساح الأمين العام للمجلس وقلت له على الواقعة ديت، وقال لي رد غريب قوي كده، هو رد يعني كوميدي بيضحك. قال لي انت كان معاك سلاح؟ قلت له يعني. قال لي كان معاك سلاح؟ قلت له ايوه كان معايا سلاح. قال لي ايه السلاح اللي كان معاك؟ قلت له كان معايا عكازين بمشي عليهم. قال لي لا ده انتهاك واضطهاد للمعاقين وانا مرضاش بيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقلت له طيب انا عايز اشوف بقى المجلس هيعمل ايه. فجي قال لي طيب انا هكلم رئيس مجلس الاداره. كلمه وبعد كده جه كلمني بعدها بساعه وقال لي هتروح تقابل مدير عام المؤسسه وهننهي قصه الاعتصام والاضراب ديت، علشان يعني كفايه قوي كده وكمان في العيد فحرام يعني. قلت له طيب. قال لي هتروح تقابل مدير عام المؤسسه يوم الاحد بعد العيد. بتاع ده وما ادينيش ميعاد ولا اي حاجه. قلت له يعني دلوقتي انا عايز رد اعتبار للسحل والضرب، اهم حاجه ان انا اتعرض ليه للسحل. واحد بيطالب بحقه، اي انسان مش شرط ان هو من ذوي الاعاقه، اي انسان رايح يطالب بحقه يتعرض للسحل والضرب ليه يعني؟ فروحت قابل المدير العام دوت، قعدت 5 ساعات في الانتظار ما حدش عبرني، لغايه لما كلمني من الاستعلامات فبيقول لي معلش احنا مضطرين ناجل الميعاد لان انا عندي اجتماع مع رئيس مجلس الاداره، يعني معناها مش فضيلك بس. واداني رقم تليفونه، حاولت بقى اكلمه وابعت له رسائل وبتاع وكده ولا اي حاجه خالص. فانا رحت رادد بقى على المجلس القومي معاك، قلت له على فكره هو اداني تليفونه علشان ما يردش عليا. فجي بقى الدكتور حسام المساح من بعد ما كان قافل تليفونه ب 8 ايام انا مش عارف اوصل له لغايه النهارده، ويعني بسجل معاك النهارده السبت 9/8/2014، مكالمه الدكتور حسام المساح. قال لي ان هو اتكلم مع رئيس مجلس اداره الاهرام يوم افتتاح قناه السويس الجديده شخصيا، فقال له ان احمد عبده مراد انا كنت مطلع له قرار تعيين عند المدير العام، ولكن فوجئت ان هو مقدم فيا شكوى في المجلس الاعلى للصحافه، فانا قلت للمدير العام اوقف قرار التعيين. فانا قلت طبعا للدكتور حسام، قلت له اولا ما حصلش ان انا قدمت شكوى في المجلس الاعلى ولا اي حاجه خالص، كل اللي حصل ان انا من وقت الاضراب من اول يوم اضربت فيه والاعتصام ان انا عملت الحاجات المعتاده اللي هي محاضر اثبات الحاله واختارات النيابه وبتاع الكلام ده كله في كل الجهات اللي انا حملتها المسؤوليه، سواء حضرتك يا دكتور حسام بصفتك امين عام المجلس القومي للاعاقه ونقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الإدارة برضو بصفته ورئيس مجلس إدارة الأهرام وكل الناس الجهات المعنية المختصة بس. فجاء قال لي يعني انت ما عملتش شكوى في المجلس الاعلى؟ قلت له لا. قلت له كمان عشان اتاكد انا سالت زمايلي، قلت لهم هل يجوز ان حد يقدم شكوى في مجلس الاعلى الصحافه باسم حد تاني؟ قالوا لا. طب ممكن يكون سالت زمايلي بقى اللي كانوا معتصمين قبل كده اللي كانوا عاملين وقفات قدام المجلس الاعلى، قلت لهم انتوا كتبتوا اسمي في الشكوى اللي انتوا قدمتوها؟ لا، عشان انت ما كنتش بتقف معانا ان انت كنت مستني قرار اللجنه اللي هي ما اتعملتش. فانا رجعت للدكتور حسام قلت له لا ما حصلش اي حاجه، هو بيحاول يلاقي لي اي مبرر لان في ناس جاتني هنا اهوت قالت لي فض الاعتصام، دكتور احمد النجار هيقف معاك ويساعدك وفض الاعتصام وما تلمش ناس حواليك وبتاع والكلام ده كله، ودلوقتي كلهم المتضررين هيبقوا معاك وهيقفوا وناس هتطلع على كتافك ومش عارف ايه والكلام ده كله. قلت له لا، اي حد متضرر بيدافع عن قضيته يجي يعتصم ويجي، انا مش هجبره على الاضراب، يجي يعتصم معايا بس انا القضيه دي مش بتاعتي لوحدي، ولكن كذوي اعاقه ايوه انا معايا زميله ليا من ذوي الاعاقه. فهو انا بقول دلوقتي ان هو بيحاول يلاقي لي اي مبرر رئيس مجلس اداره الاهرام ان هو يحاول ان هو يزحني بيه باي شكل من الاهرام، ان انا ماليش اي حق. بيقول كمان ان انا بفرض اعاقتي على الدوله، هو بيقول ان انا بفرض اعاقتي على الدوله، يعني انا بفرض اعاقتي على الدوله؟ انا ما بفرضش اعاقتي على الدوله، بل انا ليا حقوق في الدوله، ليا حق الدولة زي أي حد.
ما تبصوش بقى نظرة بقى ان هو معاق ولا مش معاق ولا الكلام ده كله. الحمد لله انا عندي ارشيف متميز مش بشهادتي انا, لا بشهادة رؤساء تحرير وبشهادة زمايل كتير جدا الحمد لله يعني. فانا بجد يعني مش عارف انا, ومستمر عايز اوصل له رسالة استاذ احمد النجار, انا مستمر بالاعتصام والاضراب وبحملك المسؤولية الجنائية والقانونية اللي حصل لي واللي هيحصل لي ان شاء الله.